الحلقة ال 12. هو لسه كتير يا أنسة؟ أول ما يخلص منصور بيه هبلغ حضرتك على طول. يعني هو عارف إن إحنا هنا؟ طبعاً من أول ما جيتوا يا فندم. إحنا بقالنا ساعتين كده كتير قوي الصراحة. هو مين اللي عنده كل ده؟ أميرة شاهين الممثلة يا سيدي. أنا مش فاهم، هي أميرة دي ملهاش أهل يسألوا عنها؟ عادي يعني، ممثلة مشهورة ورجل أعمال مشهور، أكيد بينهم مصالح مشتركة. مصالح؟ أنت غلبان قوي، أنت مش متابع ولا إيه؟ متابع إيه يعني؟ أميرة دي يا باشا تبقى ولا بلاش، عندنا ولاية. إيه ده؟ معقول؟ مش بقولك أنت طيب قوي؟ آه، عشان كده بقالها ساعتين عنده في المكتب. هو الوسط الفني كله كده، أمال أنت فاكر إيه؟ أعوذ بالله يا أخي، وسط ملعون صحيح. هاتيلي التليفون ده بعد إذنك يا بيبي. ده جو. مين جو ده يا منصور؟ ده يوسف. أيوة جو. طالما قلت يا جو يبقى خلصت مع صالح. أبدا، دماغه أنشف من الحديد. ما تقلقش منه سعادتك خالص، أنت بس اديني الإشارة اتصرف معاه وأنا خلصك منه نهائي. لا 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 لا، أنت بتقول إيه؟ أنا ناقص مصايب؟ اوعى تعمل كده، أنت فاهم؟ أعمل إيه يا باشا؟ أنت فهمت إيه؟ أنا قصدي قرصة ودن صغيرة بس. سيب موضوع صالح ده عليا، مالكش دعوة بيه نهائي. تمام سعادتك. البنت فاقت. اتكلمت مع حد؟ تقريبا كانت عايزة تتكلم مع عماد. عماد بس؟ تقريبا. هو إيه اللي تقريبا؟ ما تتأكد من معلوماتك يا بني آدم. ما أنا ما شفتش حاجة يا باشا، ثابت اتصل بيا وقال لي كده بالظبط. مش المفروض إن عماد هو اللي بلغنا إنها فاقت؟ ده المفروض، ممكن يتصل كمان شوية ولا حاجة. المفروض إنه ما يعرفش إن المعلومة دي وصلتنا. بالعكس، كلمه عشان يعرف اننا بيوصلنا كل حاجة اول باول، واكد عليه ما يتكلمش معاها خالص. طب ايه رأي سعادتك لو فقت وبقت تمام، ثابت اللي تولى حراستها ويبقى دور عماد انتهى كده معاها؟ ماشي، وعشان برضو يفضل شغل المزرعة. تمام سعادتك. طب مش هنتكلم معاها احنا ولا ايه رأيك؟ لا سيبها شوية، لسه قايمة من حادثة كبيرة وصدمة جامدة برضو. او قلب سعادتك الحنين ده هو اللي مطمع الناس فيك. ماشي يا جو، روح اعمل اللي قلتلك عليه. أوامر يا باشا. منصوري، مين البنت اللي بتتكلموا عليها دي؟ لا 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 ما تشغليش بالك. ها، ما قلتليش بقى هتشتري لبسك منين المرة دي؟ مش عارفة، بفكر أسافر دبي، ايه رأيك؟ سافري سافري اي حتة انت عايزاها يا حبيبتي، المهم تنبسطي. انا مبسوطة طول ما انت في حياتي يا احلى منصوري في الدنيا. ما ده اللي كنا شاكين فيه من ساعة ما عرفنا باختفاء البنت من المستشفى. كان شك بس دلوقتي بقى حقيقة. منصور الرفاعي ده توحش بشكل مريب، ابنه يقتل وهو يخطف. الغريب ان هو اعترف لي بمنتهى السهولة، ولا همه اي حاجة. طبعا ولا همه، اللي زي ده ما بجاش يهمه لا جوانين ولا بني ادمين ولا اي حاجة. كان نفسي اسجل المقابلة دي، كان هيبقى احسن دليل ادانة عليه هو وابنه. ما كانش هيفيدنا باي حاجة. ازاي بقى؟ ده اعتراف واضح بصوته، هو في دليل احسن من كده؟ ما بتكلمش على الدليل، بتكلم على التسجيل. عشان تسجل لأي حد لازم يبقى فيه إذن النيابة الأول. خلاص، تعمل لي إذن واروح أقابله تاني واستدرجه في الكلام واسجله، إيه رأيك؟ مش بالسهولة دي يا صديقي. خلاص يا علي، استدعي لي الشهادة، يمكن وهو بيتحقق معاه ويضغط عليه يغلط بأي كلمة ولا حاجة. واستدعي بصفته إيه؟ أبو القاتل يا علي، هو في صفة أكتر من كده. جريء يا صالح، أنت بتتكلم كأنك متعرفش حاجة عن الجنون. خليت إيه للناس العادية يا أخي؟ طب وإيه المانع من شهادته؟ منصور وابنه حتى الآن غير مدانين ولا حتى مشتبه فيهم، والنيابة لا يمكن تطلع إذن تسجيل أو حتى استدعاء لواحد في الحالة دي. منصور مش شاهد وما كانش موجود مكان الحادث ولا لأي علاقة بالحادثة. استدعاءه للشهادة هيحطني أنا كوكيل نيابة في حرج كبير جدا، وبعدين منصور ده مش لوحده، ده وراه محامين فطاحل. عارف، شفتهم عنده. حتة موضوع خطف البنت دي مفيش أي دليل يدين منصور. تفكر معايا كده يا علي، إزاي نقدر نستغل الاعتراف ده؟ دي فرصة. للأسف ساعات الحقيقة بتبقى قدام عينيك وما تقدرش تشاور عليها. اي اتهام يا صالح لازم يبقى لي ادلة، ما انت عارف يا اخي. علي، يمكن كل اللي انا بقوله ده قانونا ما ينفعش، بس اكيد انت بخبرتك تقدر تخليه قانوني. ده انت حتى مش عايز تفكر معايا. هنفصل القوانين على مزاجنا يا ابن الحاج محمود. وانت بتقفلها كده ليه يا علي؟ اتفضلوا. تسلم ايدك.
معلش انا بلاش عصير، لو فنجان قهوه اكون شاكر جدا. برضو معلش هتعبك. لا والله ما فيش تعب، انا بس عايزه اشربكم حاجه تروق دموكم كده. خلاص يا ام ياسين اعملوا له قهوه، اصل المناقشه سخنت شويه. طب ايه عايزه ايه؟ ما تقولي صالح غريب ولا ايه؟ اصل البن خلص. خلاص هشرب العصير يا علي. تمام العصير حلو. الله يكسفك. الله ما انت قلت قول. خلاص يا علي خلاص ما فيش لزوم والله. معلش اصل احنا كلنا في البيت يعني تخصص شاي، ملناش في القهوه يعني. قولي يا علي، هو انت بتشتغل حاجه تاني غير شغلك في النيابه؟ هكون شغال في بنزينه بعد الظهر مثلا. لا ما اقصدش يعني في اي مصلحه تانيه غير شغلك. هو ينفع وكيل نيابه يشتغل حاجه تانيه يا صالح؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. بس انت عندك 3 عيال وما شاء الله كلهم في مدارس، واكيد مصاريفهم مش قليله. اه والله يا اخويا ده الواحد منهم بياخد يجي 20,000 جنيه في السنه. ومكفي بيتك وعيالك ازاي علي؟ اهو والزج جمعيات وهي بتمشي الحمد لله. اه ده انت فريسه لوز لمنصور الرفاعي بقى. تقصد ايه يا ابن الحاج محمود؟ علي انت خدت رشوه من منصور صح؟ وانت عرفت ازاي؟ يعني خدت؟ ايوه. ليه يا علي؟ ليه؟ فرصة وجات لي يا اخي بعد سنين شقا وتعب على الفاضي. خلينا بقى نعيش ونستمتع بشوية الايام اللي فاضلين من عمرنا. هنفضل لغاية امتى ماشيين بالزج؟ العيال دي ذنبها ايه؟ تعيش طفولتها في الفجر ده؟ تقوم عايشهم بالحرام؟ بالحرام يا علي؟ والله حرام وحلال دي بقى مسألة نسبية. الحلال باين والحرام باين. مش موضوعنا. وبعدين حلال او حرام انا اللي هتحاسب يا اخي مش انت. مش مصدق اللي بسمعه. ده علي ابو ضيف؟ ده علي المتدين الصعيد الجدع؟ فين مبادئك وكلامك عن شرف المهنه؟ كلها شعارات فارغه ما تاكلش عيش. على فكره نصيبك معايا وكمان خدت نصيبي. امال فاكرني هاكل حقك؟ ده انت صاحبي برضو. ده انت صاحبي ولا اعرفك بعد النهارده؟ يا خساره يا علي يا خساره. استنى هنا رايح فين؟ خد نصيبك الاول. اوعى ايدك اشبع بيهم، انا مش عايز منك حاجه. عليا الطلاق لا انت واخد حاجه. انت اتجننت يا جدع انت. استنى بس يا ام ياسين، هاتي نصيب صالح. وكمان ام ياسين عارفه. اتفضل. ايه ده زيتون مخلل؟ شكلك نسيت الزيتون بتاعي يا صالح. فاكر يا علي كنت كل سنه قبل رمضان في الايام دي تاخد برطمان الزيتون بتاعك؟ كنت متاكد انك نسيت، لكن انا اول ما شفتك افتكرت كل ذكرياتنا. هي دي الرشوه؟ هي دي يا ابن الحاج محمود. انا قلت لك قبل كده على ابو ضيف زي ما هو، على الصعيدي زي ما كنت مسميني ايام الجامعه زي ما هو يا صالح. مفيش حاجه هتغيرني، لا منصور الرفاعي ولا ملايين. حرام عليك يا اخي وقعت قلبي. انا مش بقفلها يا صالح، انا بس عايز اثبت ادانه ابن منصور اكتر منك، بس بالاصول وبالقانون. اسمع انا ممكن ابلغ النيابه بموضوع الخطف ده بس بشكل ودي كده. طب ما ده حلو قوي، وده ينفع؟ ينفع. اديهم معلومه ان البنت في حيازه منصور الرفاعي وهم يكملوا بقى. طب ما ده كويس جدا يا علي، ما قلتش كده ليه من الصبح يا اخي؟ يا اخي كنت بلعب معاك شويه، وحشني اللعب معاك. لعب ايه بس؟ والله انا كنت هنزل ابلغ عنك. والله عارف تعملها يا ابن الحاج محمود. يا علي. اوف انا زهقت. احنا لحقنا يا اوسه، ده احنا لسه جايين امبارح. المكان فاضي وممل ومش وقته خالص، وبعدين انا مش متعود اجي الساحل من غير صحابي. انا قلت نغير جو. لا 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 انا هرجع القاهره، لو انت عايزه تقعدي خليكي. هو انا هقعد لوحدي اعمل ايه؟ هاجي معاك طبعا. طب يلا دلوقتي، انا مش طايق اقعد هنا دقيقه كمان. اللي تشوفه يا حبيبي. اهلا اهلا، دي النيابه نورت والله. علي بيه ابو ديف نفسه. اهلا بيك يا حسام بيه، منوره باصحابها. تعالى يا ابني شوف علي بيشرب ايه. لا 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 ولا اي حاجه، انا جاي في كلمتين بخصوص قضيه اسماعيل عبد الدايم وراجع النيابه على طول. ده ايه الكلمتين اللي يخلوا علي بيجي بنفسه؟ امشي يعني. يا خبر، ده انت مشرفنا والله. انا قصدي يعني انك متعود تبلغني باي حاجه في التليفون، عمرك ما جيت عشان تقول لي معلومه عن قضيه. ده صحيح، بس قلت اجي اقول لك المعلومه دي بنفسي افضل. اتفضل قول يا سعاده الباشا. انا جات لي معلومات مؤكده ان منصور الرفاعي هو اللي خطف فرح الشهده. وايه مصدر المعلومات دي يا باشا؟ مش مهم، انا قلت اديك المعلومه لانها اكيد هتوفر على مباحث كتير. سهله يا باشا، ادينا اذن بالقبض على منصور واحضار البنت من عنده، وانا هخلي القوه تتحرك حالا. لا للاسف مش هينفع، مفيش ادله كافيه للقبض عليه، ده غير اني معرفش مكان البنت المخطوفه بالظبط.
كل اللي اعرفه انها في حيازة منصور الرفاعي. احنا كده هندور على ابرة في كوم قش. انت عارف منصور الرفاعي عنده املاك قد ايه؟ يمكن يكون مخبي البنت في مخزن من مخازنه اللي مالية البلد، ولا مصنع من العشر مصانع بتوعه، ولا في اي شجج من شججه، ولا شركة ولا مزرعة، ولا من هنا للصبح. يعني مشوار يجي على الفاضي. كفاية اننا شفنا حضرتك. اقصد يعني ان المعلومة ملهاش لازمة. مفيش معلومة تخص القضية ملهاش لازمة يا علي بيه. كل كلمة بتفرق عند المباحث كتير، اكيد هتفيدنا. على الله تبقى فايدة. طيب اروح انا بقى. خطوة عزيزة يا علي بيه، شرفت ونورت. ده نورك.